Kylian Mbappé, le footballeur de 25 ans, vient d'annoncer son départ aux dirigeants du club. Kylian Mbappé has just informed Paris Saint-Germain that he will leave the club as free agent at the end of the season. So we know Real Madrid are working on this deal behind the scenes, but the crucial part of the story now is that it's over. من بعد اكثر من 7 سنين والاخبار كتروج بان كيليان مبابي يقدر ينضم لريال مدريد، حيت هاد الاخبار بدات ملي مبابي كانت عنده 17 عام كان كيلعب مع موناكو. هادشي في 2017. رغم اهتمام ريال مدريد به في ديك الوقيته، الا ان مبابي وعائلته خصوصا الام ديالو قرروا يبقاو في فرنسا، وبالتالي انتقم النادي في نفس البلاد اللي هو نادي العاصمه باريس سان جيرمان. وخا انتقل للبي اس جي، كل عام بقات كتروج الاخبار ان هاد العام مبابي غيمشي للريال، لا العام الجاي، لا فهاد السوق، لا السوق الجاي. في كل انتقالات كان كيكون هو الموضوع الابرز، واللي في الاخر ما كانش كينتقل، امر اللي دفع لان بزاف يفقدوا الامل. صافي ما جايش، ولكن دابا صافي سالات الدراما، حيت اكد وقالها ابرز الصحفي في الميدان اللي هو فابريتسيو رومانو، فين اكد ان مبابي بين النيه ديالو الكليه بانه يغادر البي اس جي هذا الصيف وهذا العام. وفابور تخيلوا، فواش بصح هذا الشيء؟ شنو تفاصيل هذه الصفقه؟ وشنو اللي كيخلينا نقولوا فعلا ان هذا العام ولا هذه المره مبابي غينتقل ديال بصح؟ نتعرفوا على هذا الشيء كامل واكثر. المقابل خلي معك شي لايك شي كومونتير زوين، ونخليكم معنا ونكسبت لك تعتبر واحده من احسن المواقع اللي بغيتي تلعب على الفرق ديالك مفضل. عاوا ضروري ما تركزوا على ثلاثه الحوايج. اول حاجه وضروري مهمه، ضروري ما تكون في 18 عام. ثاني حاجه اللينك كيخدم معايا في المغرب. وثالث حاجه ما تنساش تخدم البرومو كود ديالي فرح 11 باش يعطيك 130 دولار. ونصحكم حتى بواحد الجروب تيليجرام اللي هو هذا اللي كتعتبر احسن جروب كاين الا بغيتي تلعب على الفرق المفضله ديالك. اخليكم حتى هو في الديسكريبشن. ديكاس اي واحد مشاهد وما عندناش مع الكسالة. نبداو بأن نشوفو كيفاش مبابي اهتمت بيه الريال في الأصل، حيت أنا هاد الاهتمام جاي من 2017، اهتمام غيجي مرة مع مبابي غيقدم أداء خيالي مع موناكو، فين بفضل الأداء ديالو قدر يوصل للدومي فينال ديال تشامبيونز ليغ. وكيف ما كانت الريال باغا تضم مبابي كان باغي يجي الريال، حيت أنا فريق اللي كان كيحبو منذ الطفولة ديالو، وفين كان الأيدل ديالو هو كريستيانو رونالدو، خليكم تصويرة، فراه كان فان ديال النادي الملكي منذ الصغر، ولكن نظرا لصغر السن ديالو في ديك الوقيتة، ولأنه غيضطر يمشي لبلد آخر وعنده 17 عام، فكرات الوالدة ديالو أن أحسن حل ليه هو كل شي فرقه في فرنسا يبقى تما تينضج كثر وما يخضعش لتحديات كبيره. وداكشي اللي كانوا تم، مبابي غيتعاقد مع باريس سان جيرمان في 2017 فين ياخذ عام اعاره مع 4 سنين ديال الكونتر، من بعد بصفقه كتبلغ 180 مليون اورو. يعني كانت عنده صفقه من 2017 عام اعاره 2018 و4 سنين اخرى هي حتى 2022، يعني الكونتر ديالو كان غيسالي في الصيف ديال 2022، بمعنى ان اي فرقه بغات تشريه من البي اس جي خاصها تعاقد معاه في 2021 ولا عام قبل ما يسالي الكونتر ولا قبل ما يجدد. داكشي اللي غيكون فعلا فالريال في 2021 كانت قداك باش تضم مبابي، ولكن بسبب تدخل ماكرون رئيس فرنسا بحد ذاته اللي عيط على مبابي السبونسور الخليفي روينها، بالاضافه للعرض الخرافي والخيالي اللي قدموا ليه اللي كيبلغ 630 مليون اورو غتعطى ليه على 3 سنين. سمع معايا 630 مليون اورو اللي فيها البون ديال الولاء، البون ديال انه يسيني بزاف د الحوايج. مبابي غيبقى في بي اس جي، بالتالي غيولي اكثر رياضي ولا اكثر لهابه عمرو تخلص من شي نادي. فبقى مبابي في النادي الباريسي في الاخر، فينضموا ليه اساطير كليو ميسي ولا سيرخيو راموس، دوناروما، وجنالدوم، حكيمي، في محاوله هذه المره لانهم يديو تشامبيونز ليغ. بيان سور هذا الموفمون تقلق منه بيريز، فراه الرسائل الخاصه بيناتهم في واتساب بيريز ومبابي كانوا متفقين كليا ان مبابي غيجي في ديك الوقيته، ولكن شكون اللي غيقدر يرفض 630 مليون اورو والرئيس فرنسا كيعيط ليك؟ مبابي فعلا لح بوست فين اعتذر من الريال واعتذر من كاع الهيئات، مي ما كانش كافي الجمهور ديال الريال حقد عليه ديال بصح في ديك الوقيته. وخرجت واحد الجمله شهيره من عند بيريز اللي كيقول فيها على القطار ديال ريال مدريد كيدوز مره واحده، الا ما شديتيش مشى. En los últimos meses, ahora será, porque no hace mucho que ha pasado lo de Mbappé. ¿El último mes? Bueno, pues es muy fácil de explicar. Yo si quieres se lo explico en un momento, sí. ¿Mbappé traicionó a Florentino Pérez? No, porque va a traicionar. Vamos a ver, Mbappé, digamos, transmitió a todo el mundo su deseo de jugar en el Madrid, que era su sueño de pequeño, y es verdad. Se ha comprado todas las camisetas a lo largo de la historia y eso la manifiesta él públicamente. Y su sueño era venir al Madrid. Bueno, lo quisimos hacer, como sabes, en agosto, los últimos días de agosto, no fue posible, no le dejaron, pues él seguía manifestando pues que podría esperar. فرغتكم لاحظتوا رغم ان مبابي جدد من 2022 2025 اللي باقي لي عام، وان النادي الباريسي ولو فيه لعابه كبار، الا انهم ما قدروش يربحوا الشامبيونز ليغ. فرا لسخريه القدر ديك العام بالضبط البي اس جي غتقصب ريمونتادا من عند ريال مدريد، والعام اللي موراه غتقصب من عند البايرن. يعني داك الكلاكتيكوس ولا ديك الفرقه الاحلام اللي صايبتها البي اس جي ما دارت والو. فالا خدينا هاد الاخفاقات الاوروبيه ديال البي اس جي، في مبابي كيشوف اكبر منافس ليه اللي هو هالاند، يلاه ربح الشامبيونز ليغ فراه غيزيد يفكر يغادر، خصوصا ان بزاف د اللعابه اللي كيتلاقى مع فلاسيليكسيون ديال فرنسا هما لعابه ديال الريال وكيقنعوه بانه يجي على راسه
الخصم كريم بنزيما، تشواميني، كامافينغا، ميندي الى اخره. اكثر من هادشي مبابي ديجا عنده علاقه مزيانه مع فينيسيوس، رودريغو، مختلف اللعابه ديال الريال. لي باي ذا واي، يلاه رودريغو داز واحد الانترفيو وقال لهم حنا ديما كنبغيو اللعب الوالي، كل عندنا ما كرهناش يجي مبابي، ولكن بيريز كان حاطو مازال حاط شرط واحد باش يجي مبابي، هو الريال ولا بيريز ما غيتحركش، غيتسنى مبابي يجي لعندو ويجي فابور، خسرش عليه اورو البيج، يعني ما غنتقاتلش عليك انت تقاتل علينا. وراه داكشي اللي وقع دابا فعلا، راه مبابي على الاداره ديال البي اس جي انه ما ناويش يجدد، ما ناويش يفعل داك العام الزايد يعني تاع 2025، ناوي يخرج في الصيف ديال 2024، يعني غيغادر وفابور بين لهم النيه ديالو بانه باغي يلتحق بريال مدريد. هاد الخبر ماشي انا اللي كنقولو، بل انونس حاليا فابريتسيو رومانو، اشهر صحفي في هذا الميدان واللي ديما كيجيب الاخبار الصحيحه، بل اكثر من ديك قلب فيديو نخليكم معاه. It's over between Kylian Mbappé and Paris Saint-Germain. Let's jump into the details of the story. Kylian Mbappé has informed Paris Saint-Germain that he's not going to stay at the club beyond this season. So Mbappé will leave Paris Saint-Germain as free agent in summer 2024. The communication from Kylian Mbappé has arrived directly to Nasser Al-Khelaifi. So it's over between PSG and Mbappé. Obviously now they will communicate together the terms of his exit, something about the salary. He's not going to receive the loyalty bonus from Paris Saint-Germain as part of the gentleman agreement made last summer between Mbappé and Nasser Al-Khelaifi. What's next? As of today, Kylian Mbappé has not signed anything yet with any club. But Real Madrid keep working on the deal with total confidence. It's the same situation I told you some weeks ago, has not changed. Real Madrid are working on it. Real Madrid are confident. Real Madrid believe that this time Kylian Mbappé can really join them. للذكر انه ماشي اول واحد علينا عليه هو فابريتسيو رومانو، بل كان صحفي اخر سميتو سانتياونا باش نعطيو الكريديت ديالو. ولكن الصراحه خصوصا جمهور ديال الريال ما كتجيكمش انكم ما غتيقوش ان مبابي غيجي الريال، تيحط رجليه في البرنابيو بتوني. فركطات الاشاعات، المرات اللي كيقولوا غيجي وما كيجيش، مرات اللي كيكون فيهم قريب ديال بصح في الاخر كتانيلا، صعب الثقه تجي، خصوصا انه هو واحد من افضل اللعابه في التاريخ كناش عارفين. ولكن هذه المره كيبان انه فعلا كيليان امبابي واحد من افضل اللعابه ديال العالم، لاعب اللي وصل لجوج ديال الفينال ديال المونديال واللي ربح واحد البلادو، قريب من انه يتعاقد نادي الملك ريال مدريد ولا غيتعاقد معاه في الريال. غتعطي لمبابي بريما هادي السيناتور، يعني لانه يسيني بما انه جاي فابور كتقدر ب 100 مليون اورو، بالاضافه لانه تعطي لي دغوا ديماج ديالهم زعما نسبه كبيره منهم، وهذه النقطه اللي كانوا كيتفاهموا عليها على طول، حتى امبابي كيبغي يملك حقوق صور ويدخل بهم فلوس ديالو. وغالبا في الاسابيع الجايه غنسمعوا انه فعلا تعاقدت مع الريال. اكثر من 3 سنين والريال نعس في سوق الانتقالات من غير انتقال بيلينغهام الصراحه العام اللي فات. فتخيلوا معايا اول صفقه تكون كونفيرمي هي كيليان امبابي، فين كيقولوا ان الريال باغا تزيد تجيب الاظهره تولي على اليسار ولا على اليمين، حتى ميندي ما مقنعش كرواخا بدا كيكبر، زائد سنتر باك ولا مدافع وسط اللي كيف ما شفتوا دابا راه كيلعبوا بتشواميني تما. في الاسماء اللي كتروج هي ديفيس، حكيمي، وتا فان دايك. فين فان دايك براسو في واحد الانترفيو قال ما عرفتش شنو غندير في المستقبل ديالي، شوف يعني حائر خصوصا مع خروج المدرب يورغن كلوب. تخيلوا معايا الريال بهاد الاسماء، في نظرك غتنجح ولا غتفشل؟ والسؤال الاهم من ذلك، واش كتظن ان فعلا اخيرا مبابي جا ريال مدريد ولا عاوتاني غتخرج شي حاجه من الجل يقول لك مبابي في الاخر عاوتاني جد وغطول السلسله؟ انا كنظن صافي سالات. سو هذا ما كان في الفيديو ديالنا، وضحنا كيفاش انا مبابي الا كان غيجي الريال فراه فات الصيف ولا ما عمره ما غيجي، حيت ان جميع الشروط متوفره، كونطرا ديالو غيسالي، الريال جاب بالطريقه اللي باغاها هي، يعني هو يتقاتل باش يجي، كلشي كاين. يعني غالبا الانتقال ديالو غيكون في الاشهر ولا الاسابيع المقبله. الا وصلتي حتى هنا بغيتي تكومونتي دون عطيلو باش نعرفك تفرجتي حتى الاخر ديال الفيديو، قول لي علاش بغيتو الفيديو الجاي. سو هذا ما كان في الفيديو ديالنا، كان معكم فرق لايف تو، كنت شرحت لكم فهمتوا ليا مع حاجه، تهلاو لي فراسكم. كتقول لي مي امور كنقول لها كارينيا، عمري شفت شي تشيكا بحالك هاك داونيا، ما كانتش انا وياك حبيبي نديرو نينيا، بنادم جاري معنا فحالنا تزاد فكينيا.